في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد، وذلك بمواصلة دعم هذه الفئة والذي بدأت به الدولة المصرية منذ الجائحة بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام، أعلنت وزارة القوى العاملة انتهاء المدة المحددة لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على المنحة الرئاسية المرحلة الرابعة، ووصل عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل لتحديث بياناتها حتى انتهاء الموعد المحدد على البوابة الإلكترونية لموقع وزارة القوى العاملة ومركز معلومات مجلس الوزراء وصل إلى 6,022,000 عامل، وذلك على مدى 6 أيام، فضلا عن قيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة والتي يقدر عددها بنحو 900,000 عامل. ونفذت الحكومة العديد من السياسات لحماية المجتمع من تداعيات فيروس كورونا وتحفيز الاقتصاد ودعم الدخل وتعزيز الحوار الاجتماعي، حيث خصصت 100 مليار جنيه لمواجهة هذه التداعيات، كما تم اتخاذ العديد من التدابير لحماية المجتمع. على الرغم من مسؤولياتها المتعاظمة والأعباء الاقتصادية الكبيرة الملقاة على عاتقها، الدولة المصرية لا تألو جهدا في المسعى الحثيث للتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضررا من التداعيات الاقتصادية اللي حدثت بالتبعية أو كنتيجة طبيعية للإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا. هنتابع مع حضراتكم المزيد حول هذا الموضوع، ما الذي تبذله الحكومة المصرية في هذا الشأن، أصداء ذلك على المواطن المصري، وإيه الفئات اللي ممكن نقول عليها أن هي أولى بالرعاية في هذا السياق، وأن هي فعلا هي من الأكثر تضررا من جراء فيروس كورونا والإجراءات اللي اتخذت على مدار الفترة الماضية. معي ومعكم في هذا اللقاء وهذه الوقفة الحوارية دكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا بك. بما أننا بنتكلم اقتصاد، فخلينا كده نقول أرقام سريعة. وزارة القوى العاملة أعلنت أنه تم صرف 2 مليار و400 مليون جنيه لمليون و600 ألف عامل غير منتظم حتى الآن، بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمد مدة صرف مبلغ الإعانة 3 دفعات أخرى حتى آخر عام 2020. الرسالة والدلالة. لأول مرة يبقى عندنا قيادة مصرية وحكومة مصرية بتوزع فلوس على الشعب، على قاعدة البيانات اللي مش موظفين الحكومة وأصحاب المعاشات، إنما العمالة الموسمية من أهالينا اللي بيشتغلوا من خلال علاقات غير تعاقدية، ما عندوش مكان ولا صاحب عمل ولا دولة الحكومة نفسها هي اللي بترعاه، إنما احنا كنا بنتكلم على أهالينا اللي موجودين بيعيشوا حياتهم يوم بيوم. لأول مرة القيادة المصرية والدولة المصرية وفي عز الأزمة، في الوقت اللي فيه كل الدول عجز الموازنة بيزيد والديون بتزيد، وبالتالي الإجراءات الخاصة بمزيد من الدعم أو مزيد من صرف أو الإنفاق في الأموال غالبا بيبقى فيها تردد كبير، إنما الحكومة المصرية ومع بداية أزمة كورونا لم تتردد إن هي تكون موجودة جنب هذه الفئة الأكثر تضررا من الإغلاق الجزئي اللي كان موجود. ويمكن واحد من أهم الحاجات اللي قللت الضرر الاقتصادي من الموجة الأولى من كورونا مش بس الإعانات والإجراءات اللي خدتها الحكومة سواء للعمالة أو للقطاع الخاص، إنما كمان القرار الاستراتيجي المهم بأن يظل الاقتصاد المصري يعمل. إحنا من الدول اللي اختارت الخيار الإغلاق الجزئي للمدارس والجامعات، إنما المصانع المصرية وباقي الاقتصاد ظل يعمل إلى حد كبير، لدرجة إن الصادرات الزراعية المصرية بنشوفها أكتر، لدرجة إن شفنا القطاع الصناعي المصري مستمر في الإنتاج ولم يتضرر كثيرا. ويمكن خيار الدولة المصرية اللي البعض كان بيشكك فيه في الأول وكانوا شايفين أن الإغلاق الكلي هو الحل، كل اقتصاديات العالم مع الموجة الثانية بتتكلم على أن الاقتصاد يجب أن يستمر
وان فكرة الاغلاق الكلي ليست حلا، ولم يعد اقتصاد اي دولة مهما كانت دولة متقدمة او دولة نامية يستطيع تحمل اغلاق كلي لفترة طويلة جدا في انتظار وجود حلول طبية للفيروس. حتى الآن ورغم ظهور اللقاحات إلا أن النتيجة غير مؤكدة، وده أصعب شيء ممكن يواجه طبعا أي اقتصاد، أن حالة عدم اليقين، حالة عدم التأكد. القرارات الاحتوائية والتعويضية الأخيرة دكتور عمرو اللي بتشمل فئات المتضررين من الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، سؤال مهم جدا الحقيقة حتى نعرف المشاهد، مين الفئات اللي تنطبق عليهم هذه المواصفات؟ اتكلمنا عن العمالة غير المنتظمة، ايه الفئات الاخرى اللي تستحق الدعم في هذه المرحلة؟ يعني بالتأكيد اكثر المتضررين قطاع السياحة وقطاع السفر، قطاع الفنادق، شركات الطيران، خسائر بالمليارات تصل الى تريليونات الدولارات على مستوى الاقتصاد العالمي في هذه القطاعات. فمن الطبيعي جدا، واحنا شفنا الحكومة خدت اجراءات كتيرة لدعم القطاع الخاص بشرط الابقاء على العمالة في قطاعات السياحة المختلفة. شفنا إجراءات خاصة بتمويل رأس المال العامل لهذه القطاعات، للتجديد، لتيسير الائتمان وبأسعار فايدة منخفضة لهذا القطاع، للحفاظ على دخل العمالة الموجودة بالقطاع، وأيضا للحفاظ على الكيانات اللي موجودة في القطاع السياحي المصري اللي بيمثل جزء مهم جدا من الدخل القومي المصري، واللي كان بيستفيق مع الأسف لولا أن ظهرت كورونا في 2020 كان هناك فرص واعدة جدا للقطاع السياحي المصري. أيضا قطاع الصناعة والتصدير أيضا بيلقى اهتمام كبير من قبل الدولة والقيادة المصرية، وإشارة واجبة يعني مهمة إحنا نتوقف عند توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسداد كافة المتأخرات والمستحقات المتراكمة الخاصة بالمصدرين لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات واللي بتبلغ حوالي 20 مليار جنيه. صحيح. واحد من الحاجات المهمة جدا الدولة المصرية عملتها مع الجائحة هي فكرة الوقوف المباشر مع القطاع الخاص المصري، سواء بمجموعة وحزم متكاملة من السياسات. يعني في الوقت اللي بنتكلم فيه على السياسة المالية في التيسيرات على القطاع الخاص أو منح الإعانات اللي قلناها للعمالة الموسمية أو لقطاعات بعينها، بنتكلم أيضا على سداد المديونيات المستحقة على الجهات الحكومية للقطاع الخاص بشكل أو بآخر، وبشكل أساسي للمصدرين الصناعيين المصريين. وإحنا يمكن الأرقام ما بتكذبش، وإحنا بنتكلم بعد ما يقترب من 8 شهور من بداية الجائحة في مصر وما يقترب من سنة على بداية الجائحة في العالم، أرقام الصادرات المصرية ما حصلش فيها هزة، ما حصلش فيها تراجع. وده كان بالتأكيد لو كنا استمرينا في سياسات الغلق الكامل الأمور كانت اختلفت، يعني كانت فعلا يعني رؤية متوازنة جدا أن يعني ما يتمش الانجراف إلى إغلاق النشاط الاقتصادي ووقف عجلة الاقتصاد بشكل كلي، وهو ده اللي الدولة المصرية عاملاه في هذه المرحلة. الإجراءات الاحترازية ماضية على قدم وساق، لكن في ذات الوقت النشاط الاقتصادي، النشاط البشري مستمر. الأرقام لا تكذب، مصر هو الاقتصاد الناجي الوحيد في المنطقة اللي عنده معدل نمو موجب 3.5%، واحنا بنتكلم على الدول سواء في افريقيا او الدول العربية او المحيط الشرق اوسطي اللي موجود، بنتكلم على معدلات نمو سالبة. فالارقام والتجربة المصرية بنتكلم على انهيارات في عملات دولة زي تركيا وتراجع في الاداء الاقتصادي في عديد من الدول، وبنتكلم على ان الجنيه المصري نجح في الصمود امام الجائحة. يمكن اتأثر لفترة مؤقتة اسبوعين ثلاثة،
حصل فيها المرونة اللي موجودة في السياسة النقدية اللي بتدل على القوة. وبعد أسبوعين ثلاثة شفنا الجنيه قصاد الدولار بعد ما كسر 16 جنيه رجع تاني للقيمة بتاعته، ومن العملات القليلة جدا اللي بتستغل ضعف الدولار والمشاكل الموجودة في الاقتصاد الأمريكي لتثبت قوة العملة. إزاي ده بيوفر يا دكتور عمرو مناخ جاذب للاستثمار في وقت يعني كان يتبادر الأذهان الكثيرين ان ده يعني اتجاه معاكس، يعني ده مش هيحصل ان مصر تبقى بيئه مواتيه للاستثمار في وقت فيه كل هذه التحديات، مش بس الحقيقه من خلال يعني فتح الحياه بشكل نسبي وتحدي الفيروس مع اخذ احتياطاتنا طبعا، لكن حتى من خلال انتخابات واجواء امنيه مواتيه واجراءات احترازيه صحيه موضوعه في الاعتبار ومحترمه من جانب المرشحين والناخبين وما الى ذلك. ايه الرساله اللي بيوصلها ده للمستثمر سواء داخل مصر او خارج مصر؟ يعني رغم ان الاقتصاد الاستثمار الاجنبي المباشر على مستوى العالم تراجع بشده طبعا نتيجه للجائحه، ولكن تظل مصر رغم التراجع اللي في كل الدول هي القبلة الأولى للاستثمار الأجنبي في مصر والشرق الأوسط. وإحنا بنتكلم على الاستثمار المحلي معدل النمو الموجود، دعم واهتمام القيادة السياسية بجناحي التنمية، مشروعات القومية اللي بتتم على قدم وساق ودون أي تأخير، والافتتاحات تتوالى رغم الجائحة وفي كل الظروف، ودي قاطرة من ناحية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستمرار في تمويل المشروعات الصغيرة، تقديم دعم وسياسات وبرامج خاصة لتعصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بنتكلم على حلول مش بس قصيرة الأجل، وإحنا بنشوف 15 يوليو اللي فات يعني بعد انتهاء الموجة الأولى تقريبا قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بيخرج إلى النور، القانون اللي كنا بننتظره في فترة كبيرة. بنشوف الاستقرار السياسي ده نقدر نتكلم عليه بأرقام، إن المستثمرين أقرضوا الدولة المصرية في السندات الدولية اللي طرحتها مصر بالعملة الأجنبية في إصدار اتغطى أكتر من 4.5 مرات في أجل سداد ل 40 سنة و 30 سنة و 12 سنة. دي أرقام ما فيهاش بقى مجاملة سياسية ولا وجهة نظر وتقييمات خبراء محليين أو دوليين، أرقام بتتكلم على إن رغم كل هذه الريبة اللي بتشوب الاقتصاد العالمي ورغم التراجع في الاستثمارات، إلا إن الاقتصاد المصري والاستقرار السياسي والأمني اللي موجود في مصر يستطيع جذب مزيد من الاستثمارات، سواء الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل أو حتى الاستثمارات المالية في السندات الخاصة بالحكومة المصرية. وفي الحقيقة الدولة المصرية يعني جوه كل منحة محنة كما تعودنا عندنا قطاعات كثيرة جدا واعدة، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استغل الجائحة استغلال إيجابي، قطاع المصرفي المصري وفكرة التكنولوجيا المالية والشمول المالي اللي حصل فيه طفرة كبيرة جدا وحققنا أرقام للتغطية الإلكترونية المالية في مصر. احنا بنتكلم على لعل التحول الرقمي كمان عمل استباقية اتسلحنا بيها في مواجهة فيروس كورونا وجعلت الأمور يعني أقل سوءا مما كان يمكن أن تكون عليه لو ما كانتش الدولة بدرت باتخاذ هذه وده من القطاعات الوعيدة جدا، اهتمام الدولة بالقطاع الصناعات الدوائية، اهتمام الدولة بالبتروكيماويات وهي صناعات لا تتأثر كثيرا بالجائحة في حالة البتروكيماويات وتتأثر إيجابيا وبشكل كبير بالصناعات الدوائية، وعندنا فرصة كبيرة جدا. شفنا في عز الجائحة القيادة السياسية مش بس مهتمة ان هي توفر الأدوية الخاصة او اللقاحات الخاصة بالفيروس، انما بنتكلم على ان احنا الدولة الوحيدة اللي هيبقى هي
هتنتج ده كمان بالتعاون مع الشركات الدولية عشان تصدره للدول حوالينا في المنطقة. وبالتالي القطاع الدوائي المصري واحد اعتقد انه من القطاعات الواعدة جدا جدا. عندنا السوق الافريقي بحجمه الكبير جدا، بنتكلم على فرص تصديرية لأكثر من 600 مليون مواطن افريقي بالإضافة الى السوق العربي. ولذلك توطين الاستثمارات الدولية في مجال الدواء هو واحد من الفرص والمكاسب اللي ان شاء الله نخرج بيها من الجائحة. اقتصاد ما بعد الكورونا ما بعد الموجة الثانية هو اقتصاد سيخرج منه كثير من الدول خاسرة، وستخرج بعض الدول قلة منهم هي التي ستخرج مستفيدة، كما كان معظم القطاعات خسرت من الكورونا، ولكن قطاعات محددة أهمها القطاعات التكنولوجية والقطاعات الدوائية كانت على رأس المستفيدين من الجائحة. أخيرا في الحقيقة ملمح عايزين نسلط الضوء عليه ونستثمر وجود حضرتك معانا، تعرفنا بالمزيد عنه، المبادرات اللي بتتنفذ بتوجيهات رئاسية، طبعا عناوين مختلفة يعني لهذه المبادرات ما يغلاش عليك وغيرها، ازاي بتعتبر يعني بتحقق انجاز على جبهتين ليها ظلال ايجابيه على الاقتصاد المصري، اقتصاد الدوله من جانب واقتصاد الفرد على المواطن المصري؟ يعني بشكر حضرتك على السؤال، لانه فعلا جوهر المشكله الاقتصاديه في تداعيات ازمه كورونا ان احنا لاول مره الاقتصاد العالمي يبقى فيه ازمه في الطلب وازمه في العرض. أزمة في الطلب لأن المستهلكين دخلهم بيقل أو على الأقل عندهم ريبة في الإنفاق الاستهلاكي، ولأن محدش عارف هو داخل على إيه، وصدمة في جانب العرض إن بعض خطوط الإنتاج وكتير منها في دول العالم بتتعطل، وبالتالي ده معناه إن النمو يقل. فسياسات الدولة المصرية في التيسير النقدي والمالي وتقديم الدعم فيها كتير جدا من الابتكار، واحد منهم المبادرات المهتمة بتنشيط الطلب الاستهلاكي ودعم المواطن. فاحنا من ناحية الدولة بتقف جنب المواطن انها توفر له ايه السلع المعمرة والخدمات اللي ممكن يكون محتاج لها ودخله متأثر او عنده مشكلة في انه يتعامل مع ده، لو صرف كل اللي معاه طب كمان 3-4 شهور وانا مش مطمئن الدنيا فيها ايه. فعشان كده التيسيرات اللي موجودة من خلال البنوك الحكومية والمبادرات في تقسيط بدون فوائد لمدة 18 شهر وغير وجود خصم على بعض من هذه السلع، ده جانب الطلب. الناحية التانية جانب العرض، بنتكلم على الدعم الخاص بالمصدرين، الدعم المباشر للقطاع الصناعي المصري وبقية القطاعات، الائتمان وتيسيرات الائتمانية للشركات والمصانع في الاقتراض عشان خاطر رأس المال العامل. وبالتالي احنا بنشتغل على الجانبين، على جانب تنشيط الطلب عشان نضمن ان التنشيط اللي بيحصل في العرض لن يقابل بانه هو يكون في النهاية بندعم الشركات بس الشركات مش عارفة تبيع. جميل جدا، احنا كنا نتمنى الحديث يطول لكن للأسف في الوقت أزف، وبشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه الإفادة، كان حوار مثمر جزيل الشكر. دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، شرفتني يا فندم، جزيل الشكر. شكرا يا فندم، ألف شكر. بنتوج لقاءنا مع حضرتكم في من القاهرة بهذه الوقفة الحوارية، وبنشكر لكم حسن المتابعة، وبتواصل فقراتنا على شاشة قناة النيل الأخبار بعد قليل جولة صحفية بصحبة الزميلة دينا أبو الفتوح. تصبحوا على خير.